صباحا يا لوكي. اهلا بك يا زرقاء. انها سريده، ما ذقت في عمرك اشهى منها، ولكن اوصيك ان تنتبه لاصابعك حتى لا تمضغها وانت تلتهم السريده. سلمت يداك يا زرقاء، فهما لم تعدا لنا منذ اعوام الا ما لذ من الطعام وطعام. ولكنني اقول لك الان ارفع الطعام، ليس لي فيه حاجه. يا سيد هديه، النهار قد انتصف وانت لم تاكل بعد. لا تقلقي لهذا يا زرقاء، ارفع الطعام وانصرفي امنا. أتعلم يا لوكي؟ ماذا؟ لقد صنعت السريدة بعناية ليكون لي خير رشوة إليك. رشوة؟ وما طلبت في مقابل هذه الرشوة؟ أن تنفرج أسريرك، فأجد في ذلك سانحة أحدثك خلالها حديثا يشغلني. كم أنت مهتئة يا زرقاء في نظرتك إلي. أبعد الأعوام العشرين التي كنت لي فيها أختا وفية ولأولاد أم رؤوما تتخذين الرشوة وسيلة لنيل مطالبك مني؟ تعني يا سيدة ربيعة أنك تنمي سماع ظلامتي الآن؟ الآن وكل آن، ودون الحاجة إلى السرير؟ ودون الحاجة إلى السرير. ظلامتي هي ماذا؟ ليلى والبراق. ليلى والبراق، ونعود من جديد لنكرر قضية ليلى والبراق. أرأيت أنك لا تفتح لنفسك كي تعرف ما في نفسي؟ زرقاء، لست الآن خالي البال حتى أسمع هذه السفاسف والتوافه. تسمي مصير ابنتك الوحيدة ليلى ومصير ابن أخيك البراق توافه وسفاسف؟ تتحدثين عن مصيرهما كما لو كان يحدق بهما خطر. أجل، الخطر محدق طالما أن رباط الزواج لا يجمعهما. لا تغالف التشاؤم يا زرقاء، البراق وليلى في أمان سواء جمعهما الزواج أم لم يجمعهما. لا، ما البراق وليلى سوى جسدين في روح واحدة، فإذا انفصلا لن يستطيع الجسد أن يحيا بروح واحدة أو بنصف روح. ذاك واحد. لوكي، ليلى عاشت مع طيف البراق مذ تفتحت عيناها لنور الحياة ونشأت وشبت، وصفات البراق من عقل وفروسية ونبل تغذي تلك الإلفة حتى قلبتها هوى جارفا. فالبراق يرى في ليلى ابنة عمه عروسة أحلامه وفتاة خيالاته. وصفات ليلى تغذي هواها مع البراق من عقل راجح وطوية حسنة وجمال ساحر. فاستمال البراق إليها وانقلب هواه حبا جارفا، فجن بها حبا وأصبح هواها يجري في عروقه مجرى الدماء. وأنا والقبيلة وربيعة لأسرها تردد في كل يوم وخلال أعوام إن البراق لليلى، وليلى لا تليق إلا بالبراق. أفبعد كل هذا تسمي علاقتهما وهما وسرابا؟ كفي عن هذا يا زرقاء ودعيني في شأن الآن. لا، لن أكف قبل أن تجيبني على سؤالي. فلي، لماذا تكره البراق؟
كم أنت فاقدة العقل إذا حسبت يوما أنني أكره البراق فارس ربيعة وساعد الأيمن وابنه. حسنا، إذا كنت ترى فيه هذه الصفات أفليست تكفي لأن يكون زوجا لابنتك؟ زرقاء، حاولي أن تدركي أغوار ما أنا فيه. ساعدني على إدراكها. زفاف ابنتي يستوجب هدوء نفسي وراحة بالي. وما الذي يجعل نفسك قلقة وبالك تعبا؟ المأزق الذي أتخبط فيه الآن وتتخبط معي فيه ربيعة كلها. أي مأزق تعني؟ لقد عليت على نفسي ألا أسيع سرا قبل أواني، ولكنك أحرجتني فأحرجتني. تعلمين يا زرقاء أن عمرو بن أبي صهبان أمير اليمن يفرض منذ أعوام إتاوة من المال والإبل على ربيعة أن تؤديها في كل عام. أجل، وأعلم أن الإتاوة باهظة وأن بني ربيعة يتذمر من دفعها لأمير اليمن، ولكن لما لا تهب ربيعة هبة رجل واحد وتمنع الإتاوة؟ قبل أن تفعل ذلك عليها أن تعد العدة لحرب مع رجال ابن ذي صهبان. إذن لتكن الحرب. أليس في ربيع فرسان أشاوت يأبون الدين ولا يهبون الموت؟ ولكن للحرب ضحاياها، وستكون الضحايا جسيمة إذا ما كان عدونا فيها ابن ذي صهبان الذي يعد العدة. أفليس من الحكمة يا زرقاء أن تحقن دماء قبيلتنا بحصة من المال ندفعها عرضة وقبول؟ بلى، ولكن في الإتاوة إذلالا لربيعة. الإتاوة كما كانت حكمة، أما إذا زادت في كل عام فهي عار وذل. أفهم من قولك أن الإتاوة زالت عن العام الماضي؟ أجل يا زرقاء، البارحة جاءني وفد من رسل أمير اليمن يبلغني أن مقدار الإتاوى لا يوازي الأمن والطمأنينة اللتين يوفرهما أمير اليمن لقبيلة ربيعة، ولهذا فهو يطلب مضاعفته. مضاعفة الإتاوى؟ أجل، وليس الأمر يقف عند هذا الحد. الذي يلوح لي أن الأطماع لن تقف عند حد، وأن الإتاوى سوف تتضاعف عاما بعد عام. وهل اهتديت إلى وسيلة؟ حتى الآن لا. أريت يا زرقاء أن زفاف ليلى من البراق يتضاءل شأنه إذا ما نحن فيه الآن؟ صدقت، أنا أدرك أن ليلى تحب البراق وأن البراق يهوى ليلى وأنهما ربط مصيريهما ببعض، ولكن الوقت ليس وقت زواج وأفراح، الوقت وقت حزم وتدبير.